ከነበርኩም ሰማተና ናይ ሰዓት ዝፈኖና አብዚ ፈጽናሎና ስለምከታልኩም እንደግና ምስክን ሰላም كنبتنا يومي الاربعاء والجمعة من كل اسبوع على الموجة القصيرة 25 مترا ويمكنكم متابعتنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11.6 ميجا هرتز عام اذاعة دهرنا اذاعة مستقلة يشرف عليها صحفيون اريتريون مستقلين وياتيكم بثها من باريس المستمعون والمستمعات الافاضل متابعي اذاعه ارينا حيثما كنتم اهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعه 13 من نوفمبر. كالعاده نقدم لكم نشره للاخبار في صدر برنامجنا لهذا اليوم. ياخذ بك فاصل غنائي. اقدم لكم حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي نافذه ثقافيه. استهلالا نقدم لكم عناوين نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. تغير العملة في إريتريا يخلق حالة عدم استقرار في السوق المحلي. قائد هيئة الأركان بالقوات المسلحة